هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا شدني بقراءتي
واحدا يا وتزينت للمتقين للصائمين للذاكرين للشاكرين جنات ربي فتحت وتزينت للمتقين واختصهم بالحفظ والإتقان هم خير خلق الله بعد رسوله هم خير خلق الله بعد رسوله على مدى الأزمان الساهرين على الكتاب محبة
الساهرين على الكتاب محبة الحافظين لأحرف ومثاني القارئين رواية فرواية فرواية بالمتن والتفسير والميزان الحافظين آيات ربي خشان أن يبارك جمعنا ويحفنا بكرامة القرآن واحد بس اللي بس بعد ما تهدي حرك ده واحد بس ده انا فكرتوك هتزغرطولي حافظين تاني من عند الحافظين تاني اعمل ايه من عند الحافظين تاني كتاب تاني يلا اول ده تعمل ايه عشان انت قلت تاني بوش بوش اه بوش على راسي اهو جنات ربي فتحت وتزينت الله الله جنات ربي فتحت وتزينت للمتقين وحاملي القرآن الله أورثهم كتابا خالدا الله واختصهم بالحفظ والإتقان الله هم خير خلق الله بعد رسوله والمكرمون على مدى الأزمان يمشون في الدنيا بنور يمشون في
قالت أقمار الدياجي
من المسجد الكبير بشبرا اليمن